نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون قد قررت تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا. وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة على إثر تداول بلاغ مفبرك منسوب لها تم إدراج فقرة ضمنه بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، أوضحت أنها تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت هذا البلاغ أو أن تكون قد قررت تأجيل هذا الامتحان إلى وقت لاحق. وذكرت الوزارة ذكرت أن الامتحان المذكور سينظم وفق البرمجة المعلن عنها سابقا وذلك أيام الفاتح والثاني والثالث من أكتوبر المقبل، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد.